بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة توليه مهامه الرئاسية رئيسا للجمهورية، وتمنياته له بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الرقي والازدهار للجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق. وأشاد سمو رئيس الوزراء في البرقية بالعلاقات التاريخية المتينة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، وما يشهده التعاون الثنائي المشترك من تطور ونماء لكل ما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.